التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش غير الحكومية مؤخراً والذي يقول إن فصل آلاف الأساتذة الجامعيين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة يشيع مناخاً من الخوف في تركيا لم يلقى الكثير من الاهتمام الرسمي من قبل الجهات الرسمية التركية في أنقرة التي تجاهلته كما فعلت مع تقارير دولية أخرى سابقة تتحدث عن الشأن التركي فيما اكتفت سابقاً بنفي حقيقتها والقول إنها مسيسة وتستهدف تركيا التي تتخذ إجراءات ضد من حاولوا تخريب البلاد كما تصفهم. الحكومة والجهات الرسمية تنطلق في موقفها من أنه لو حدثت المحاولة الانقلابية في أي دولة أوروبية ماذا كانت ستكون إجراءات تلك الدولة ضد الانقلابيين؟ في تركيا هذه إجراءات تطال من يشتبه بعلاقتهم بالمحاولة الانقلابية سواء كأكاديميين وأساتذة الجامعات أو جنود في القضاء أو موظفين عاديين أو صحفيين يتم التحقيق معهم كمشتبه بهم وإن ثبت تورطهم سيسجنون وإذا ثبتت براءتهم سيطلق سراحهم ويتعلق الامر بالاجراءات التي اتخذتها تركيا عقب المحاوله الانقلابيه الفاشله والتي شملت عشرات الاف المعتقلين ومثلهم ممن تم فصلهم من وظائفهم اما بسبب تاكيد علاقتهم بالمحاوله الانقلابيه الفاشله وجماعه فتح الله جولان او لشبهه انتمائهم اليها فيما تقول السلطات انها تستكمل حاليا اجراءات التحقيق معهم وبناء على نتائجه يتم اما حبسهم اذا ثبتت ادانتهم أو إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى وظائفهم إذا ما ثبتت براءتهم. بالفعل فُصل واعتُقل أكاديميون وأساتذة جامعات، كما تم اعتقال أشخاص من كل القطاعات، وعمليات التحقيق مع هؤلاء الأكاديميين وباقي المعتقلين مستمرة ومتواصلة. صحيح أن التحقيق يسير ببطء شديد لكثرة أعداد من يتم التحقيق معهم وبسبب الإجراءات القانونية البيروقراطية، لكن بالمحصلة ستتخذ قرارات قضائية. وتقول منظمه هيومان رايتس ووتش في تقريرها ان الاوساط الجامعيه التركيه تتعرض لضغوط قويه من قبل السلطات خصوصا بعد المحاوله الانقلابيه وما تبعها من عمليات تطهير داخل تلك المؤسسات وهو الامر الذي تتفق معها فيه جهات معارضه تركيه فيما تصر السلطات التركيه على المضي في عمليات التطهير تلك على اعتبار انها ضد داعمين لمنظمات ارهابيه او انفصاليه او حاولت تنفيذ انقلاب على الحكومه في البلاد هيومن رايتس ووش تقول في تقريرها ان اجراءات الفصل طالت نحو 5800 استاذ جامعي فصلوا بمراسيم قوانين الطوارئ المعمول بها في تركيا واعتبرت انها اجراءات تسيء الى الجامعات التركيه فيما يتهم الادعاء العام التركي هؤلاء اما بعمل دعايه لمنظمات ارهابيه انفصاليه او المشاركه في المحاوله الانقلابيه الفاشله. على مصبحات الحره